طيب فيما يتعلق بهذه الصورة، حضرتك كنت ملقب بلقب خطيب العاصمة، حضرتك كنت خطيب مسجد الملك عبد العزيز، وكان بيحضر لحضرتك فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. ماذا تقول عن هذا الأمر وعن فضيلة الشيخ الراحل وصورته حتى أمامنا على الشاشة؟ رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم، هو صلى معي في المسجد، يعني صلى في المسجد الذي كنت أصلي فيه مرة واحدة وألقى كلمة بعد الصلاة. لكن الشيخ عرفناه في دروسه وحضرنا مجالسه. الشيخ كان نمط مميز، كان بقية السلف يعيش في عصرنا، يعيش بنمط السلف الصالح. السنة ناطقة من هديه، ليس فقط من قوله، إنما تجد هديه وسمته وعبادته وتألهه هي السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ رحمه الله من الشخصيات اللي فيها إشعاع إيماني. يعني أنا أذكر مقال للأستاذ أحمد حسن الزيات بهذا العنوان: شعاع الإيمان، ووصف الشخصيات اللي فيها إشعاع. أجد هذا الوصف ينطبق تماماً على الشيخ عبد العزيز رحمه الله، بحيث أن الإنسان بمجرد رؤيته حتى وإن لم يسمع منه قولاً أو يرى فعلاً ينتفع بهذه الرؤية. كما قيل عن الحسن البصري: إن كان الرجل لا يلقى الحسن البصري فينتفع برؤيته وإن لم يسمع منه قولاً. الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أذكر أنني إذا التقيت به بعد غياب أشعر بمثل قشعريرة على قلبي، وأشعر بنشوة، لأن شخصية مشعة فيها إشعاع إيماني لشدة تألهه. فيه تأله عجيب، من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل. هل تعلم أنه كان فيه برنامج إذاعي اسمه برنامج نور على الدرب، يستضيف 5 علماء؟ طبعاً هو برنامج إذاعي ليس تلفزيوني، فنحن لا نعرف من هو الضيف حتى يعرف به المذيع فيقول: وسوف نعرض أسئلتكم على فضيلة الشيخ فلان. نعرف من هو الضيف، إلا إذا كان الضيف هو الشيخ عبد العزيز، نعرف أنه هو الضيف بمجرد ما يبدأ البث. كيف؟ لأنه من أول ما يبدأ البث ونحن نسمع سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تو المذيع ما بعد بدأ يقول: ونحن الآن سنعرض أسئلة.